بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن تصميم اناره الطرق. هنبدا نشوف يا شباب تصميم اناره الطرق. في عندي كذا تصميم. في عندي الاناره من جانب واحد اللي احنا بنسميها سنجل سايدد. لو انا عندي الطريق ده اهو، بركب كشافات على اعمده، تمام، من ناحيه واحده. طبعا ده بيوفر عليا طبعا بمادة كابل واحد بس، تمام، وبركب الكشافات بتاعتي. عادة نستخدم النظام اذا كان عرض الطريق مساوي او اقل من ارتفاع الكشاف. يبقى انا هشوف لو عرض الطريق ده سي 5 متر، هجيب كشاف تمام يكون 5 متر ارتفاع التركيب بتاعه. يبقى انا هستخدم انارة من ناحية واحدة او بنسميها السنجل سايدنج. في موضوع تركيب كشافات من ناحيتين اللي هما النوعين عندي، يا اما بستخدم الاستاجرد اللي هو الترتيب بالتخالف، يعني انا بركب هنا كشاف اهو، باجي هنا تمام عند المسافه دي بركب الناحيه الثانيه كشاف. يعني مثلا لو المسافه دي سي 5 متر، يبقى كل 5 متر هعمل كشافات زجزاج، تمام، او بيسموها الاستاجرد او بيسموها الترتيب بالتخالف. ده بيبقى النظام لما يكون عرض الشارع بيساوي من 1 ل 1.5 ارتفاع من وحدة الإنارة. يعني لو جايب عمود متثبت عليه وحدة إنارة 5 متر أو 9 متر، يبقى أنا المفروض لو عرض الشارع أضرب 9 في 1.5 مثلا هيطلع 12 متر. يبقى أنا هستخدم الاستاجرد أو الترتيب بالتخالف. مشكلة طبعا التركيب بالتخالف أنا بضطر هنا أوصل كابلات بنور بيها الكشافات او الاعمده اللي على الناحيه الموجوده من اليمين من الطريق والناحيه اليسار. في اسلوب ثاني اللي هو الترتيب بالتقابل او الترتيب المتقابل او الاوبوزيت. بركب كشافين، لو انت شايف هنا الكشاف ده قصاد الكشاف ده على مسافات طبعا التوزيع متساوي، يبقى هنا كان زجزاج، يبقى انا بمشي كده تمام الكشافات بتاعتي. اما هنا بكشاف وادي كشاف قصاده، كشاف وكشاف قصاده. طبعا ده لو الارتفاع من 40 ل 67 من عرض الشارع. في بعد كده يا شباب بستخدم الكشافات اللي بيسموها التويني براكت، او بستخدم وحده اناره ذات عمود بدرعين، عمود بذراعين. ده بيبقى في نص الجزيره الوسطيه هنا اللي في النص دي، بركب فيها عمود بذراعين، ده بنسميه تويني براكت. في اسس تصميم اناره الشوارع. طبعا الموضوع ده كبير جدا، انا هكتفي بس بالمعلومات الصغيره دي. دايما لما باجي اصمم المسافه بين عمود وعمود، الماونتنج هايت ويل بي ات ليست الاتش بتساوي دي على 4. ده الكلام ده معناه ايه؟ يجب عند تصميم اي اناره خارجيه لمساحه الا تزيد المسافه بين كل عمود اناره والمجاور له عن 4 مرات من طول العمود. يبقى المسافه دي لا تزيد عن 4 مرات من طول العمود. يعني طول العمود 5 متر، يبقى المسافه دي لا تزيد عن 4 × 5 ب 20 متر، لا تزيد عن 20 متر. في عندي معلومه مهمه جدا، طبعا اعمده الاناره اللي اقل من 15 متر انا بحتاج لصيانتها، ان انا بركب وينش وفي حد بيطلع يعملها صيانه او ينظفها. اما الاعمده في الموجوده في اناره الشوارع وبالذات الاعمده الموجوده زي ما قلنا هنا اللي بيسموها توين براكت، عمود ذات ذراعين في المنتصف، في منها الهاي بول. الهاي بول ده بيبقى ارتفاعه بيصل الى 35 متر في الطرق السريعه، تمام. ده انا طبعا بيبقى له كونستراكشن مخصوص وبيبقى له صيانه مخصوصه. هنا احنا المعلومه المهمه بالنسبه لي، المسافه بين عمودين طبعا لا تزيد عن 4 أمثال طول العمود. وشفنا الانواع المختلفه اللي هي السنجل سايد والاستاجرد والاوبوزيت، وبستخدم عمود ذات ذراعين اللي هو التويني براكت. دي بعض الاساليب او طرق تصميم اناره الطرق، ده ببساطه، وان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل من خلال كتالوجات الاناره الخارجيه، تمام، وبالتحديد الاناره المستخدمه في اناره الطرق بالتفصيل في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.